وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ وماذا كانت صنعة أبيك؟ والله يا مولاي ما أعرف، مات أبي وأنا صغير. وجدتك مسموح. يا مولاي القاضي، الذي ما يعرف له أبا كيف يعرف له جدا؟ والله إنك صورة مكرية، فما هي صنعتك؟ يا مولانا صنعتي حداد. كم لك عندنا هنا في الرسولية الشرعية؟ أنا أصدق وكيلا شرعيا يا مولاي المغربية. في من عصر البارحة. اسمعوا كلام هذا الحداد. والله يا سيدي القاضي، لقد دخل دخيل في كل الأمور، حتى في الوكلاء الشرعيين، وكثر أداهم، وصار كل من كره حرفته يجيء فيكون وكيلا، حتى الفلاحون تركوا فلاحتهم وصاروا وكلاء، وكذلك القزازون تركوا أنوالهم وصاروا وكلاء، وكثرت المناحيس في هذه المهنة. والله إن مولانا أمير المؤمنين قد أصاب فيما أمرنا به أعز الله تعالى، آمين، وأطال بقاءه. والله يا مولانا القاضي، ما بقينا نخلي أحدا من هؤلاء الوكلاء إلا من كان ابن وكيل. أنت في الرسولية من يومين، لذلك تصفع بضرتين وتجرس مرتين. يا لطيف، اسمعوا، بالجريدة اضربوه وبالضرة ارموه، أدبوه فهذا أقل جزاء، قبحه الله ما أقبح صورته. تقدم من هنا، تقدم من هنا. فتكاثروا عليه ورموه على الأرض، ووضعوا رجليه في فلقة، ونزلوا على رجليه بالعصا فوق 200 ضربة. ثم إنهم أقاموا وقد غشي عليه من كثرة الضرب وصار في أسوأ حال، وطار السكر من رأسه، وكتبوا عليه حجة أنه لا يتعطى الوكالة ولا يقف على باب محكمة، وأرادوا أن يطوفوه فوقع فيه شفاء. يا نحس، إياك أن تتعاطى هذه المهنة أو تجيء إلى المحكمة أو تقف على بابها. طيب لله يا سيدي القاضي. ثم عاد إلى طبقته حزينا رزينا، ثم قام وشد وسطه، وكان عنده عود نخل عتيق، فنجره على هيئة السيف وشد زربوله وقال: والله ما بقي لي في هذه المدينة لا صاحب ولا صديق ولا حبيب. يا باسم يا مسكين، سافر إلى غير هذه البلاد واكتسب معيشة أخرى، واطلب القوت من غير هذه الأرض. ثم إن باسم طلع من الدرب وصار في المدينة ومشى في أسواقها وهو على تلك الحالة، وكل من ينظره ما يظنه إلا بلدارا من بلدارية الخليفة. أما هو فكان يمشي ويفرج بين يديه ورجليه يمينا وشمالا. فبينما باسم يشق المدينة إذ وصل إلى سوق، فرأى هناك خلقا كثيرا وعالما مجتمعين حلقه، فكشف خبرهم فرأى رجلين متقابضين والدم يسيل منهما سائل،
ولم يتجاسر أحد من الموجودين أن يفصل بينهما. فلما رأى باسم هذين الرجلين وهما على تلك الحالة ورأى الخلق إليهما ناظرين وليس من أحد يقدر أن يدنو منهما تمشى بذلك اللبس والهيئة وشمر عن ذراعيه ووضع يده على قبضة السيف وضرب بنبوته الناس الواقفين فتفرقوا من بين يديه وهربوا نعم ظنوه أنه من جانب الخليفة. ولما التفتوا إليه رأوه رجلا عريضا طويلا مهيبا، فلما انكشف عنهما الناس دخل وأشار إليهما بالنبوت اللوزي فافترقا. فصاح شيخ السوق عليه وقال: يا رئيس النوبة، بحياة رأسك، خذ مني هذه الخمسة دراهم وارفع هؤلاء إلى حضرة الخليفة حتى ينتقم منهما. خمسة دراهم وسوق الاثنين في السوق أمامه فاجتمعت عليهم الناس وخلصوهما من بين يديه وصالحوا بينهما. ولما بعد باسم عنهما قال: والله طيب، ما كنت أظن هذا. هذه الخمسة دراهم أولا مصروف اليوم والتقصير جاء رزقني الله بها. والله إنها مهنة أخرى سهلة ولطيفة وظريفة وفيها نخوة. وبهذا السيف الذي صنعته من الجريدة ما بقيت أموت إلا بلداريا من أصحاب الخليفة. والله والله لا أطلعن إلى الديوان هكذا وأختلط مع خدام الرشيد مع البلدارية. وكان للرشيد 30 بلداريا، وفي كل 3 أيام يأتي إلى الخدمة منهم 10، وإذا تمت 3 أيام يأتي 10 الآخرون ويقضون خدمتهم. فصار باسم ودخل ديوان الملك واختلط مع البلدارية 10، فنظر 10 على صف واحد بالخدمة كأنهم زهر بستان وعليهم أقبية من سائر الألوان، فانضم إليهم. وهذا ما كان من أمره. أما ما كان من حديث الخليفة هارون الرشيد وجعفر البرمكي ومسرور، فإن الرشيد ما زال يحكم في مجلسه إلى آخر النهار. ثم أقبل على جعفر وقال له: يا جعفر، ترى ماذا يكون حال باسم الليلة؟ حاله حال الشؤم يا مولاي، أكل 100 عصا وألبسوه الطرطور، وأوسعة مسكين حزين، جلاسه وسراجه منطفئ، وبطنه فارغة، وطأسته ملقاة على قفاه، وطبقته مظلمة، وهو الساعة يدعو علينا ويقطع فينا. إن كان ولا بد أن أخذ له معنا شيئا نطعمه كما وعدناه البارحة ونسد جوعه، ويقال إذا أطعمت الفم تستحي العين، وهذا منذ عرفناه ما أخذنا له معنا شيئا يساوي فلسة. أشرت بالصواب يا مولاي، لأنه يكون الليلة قاعدا بلا عشاء ولا شيء عنده، ولا بد أن نأخذ له معنا شيئا. ثم إن جعفر أخذ 5 دجاجات محشيات وأخذ معه صحن مأمونية، وقام 3 فنزلوا من باب السر وساروا حتى أتوا إلى الزقاق، فوجدوا الطاقات مشروعة والنور عظيمة وضوء 2 وجلاسا ب4 فتائل وسراجين، فتعجبوا. ثم جاء هارون الرشيد ووقف تحت الطاقة وقال لجعفر: يا جعفر مولاي، لقد تعبت مع هذا الصعلوك وما قدرت أن أبطله ولا ليلة واحدة عن خرافتهم. يا ترى ماذا عمل اليوم من الصنائع؟ اسمع يا مولاي، إنه ينشد الشعر وكأن شيئا لم يكن.
ارتح لراح أتت في الكأس تبتسم واغنم سلافتها فالراح تغتنم عذراء بكر عجوز تاجها حبب شمطاء يجلو سنا لألائها النغم من خمرة كشعاع الشمس مشرقة في وصفها جدل في ذكرها حكم شمطاء وابسة عذراء آنسة كالفاء عانسة تسمو بها الهمم حمراء ساطعات صفراء فاقعة بيضاء ناصعة قد زانها الشام ما شاب شاربها ما خاب جانبها لو رى مكاتبها وصفا نبى القلم جعفر مولاي دق عليه الباب يا قدحي يا قدحي يا أنيسي يا صاحي من الطارق من هو هذا أما كفانا ما جرى علينا من أولئك المواصلة لا أعطاهم الله عافية من يا معلم فريد أنت في العالم يا ابن الكرام من أنتم لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا بالثقلاء الكثفاء الفضوليين والله والله العظيم إن لم تروحوا هذه الساعة وتغيبوا عني وتغيبوا وجوهكم هذه الليلة أنزل إليكم وأكسر أيديكم وأرجلكم هيا انصرفوا يا جماعة ماذا لكم عندي حتى ما تنقطعون عني ولا ليلة واحدة يا معلم باسم الليلة عملنا لك شيئا وجئنا به إليك انزل وافتح لنا الباب وخذه جئتم بشيء أنتم أحق بما جئتم به أنا في غنى عنكم أنا عندي لحم ودجاج وحلوى وخيرات كثيرة بخلاف كل ليلة اذهبوا عني عملت اليوم بشيء ما كان يحصل لي في 5 أيام فروحوا عني وغيبوا عني وجوهكم حتى لا تنظركم عيني لأنكم إذا تكلمتم والعياذ بالله في النيل يقف وإن تكلمتم على شيء في الليل يصير في الصباح انصرفوا أما قولكم جئتم لي بشيء فما هي لكم بالعادة أبدا تقولون هكذا فقط حتى أفتح لكم الباب فتأتون وتضيقون صدري بحديثكم وتحسدونني على حظوتي وتضحكون على لحيتي فما لي بكم حاجة والسلام انصرفوا عني يا معلم إن لم تصدقنا فدل لنا شيئا وخذ الذي معنا عند ذلك دلنا لهم مقطافا بحبل فوضعوا فيه الأطيار الدجاج وصحن المأمونية فرفعها باسم إليه ونظر إليهم هذا عجيب عجيب من هؤلاء المواصلة في هذه الليلة غريب
والله فعلا. وأكل محترم وفاكهة أيضا. إيه ويلكم، لعلكم أخذتم هذه الدجاجات من كيمان بغداد أو من المزابل، وأنا أعرف أنه ما يهون عليكم أن تشتروا كل دجاجة بدرهمين ونصف. لا هذا الدجاج وهذا صحن المامونية من طعام هارون الرشيد. ماذا تقولون؟ أبلغت بكم جرأتكم أن تكذبوا حتى على الخليفة؟ أتقولون هذا من طعام هارون الرشيد؟ روحوا مع السلامة. على كل حال قد وصل إحسانكم، شكرا. يا معلم كيف نروح ونحن لابد لنا من الحضور عندك هذه الليلة حتى نودعك، لأننا غدا مسافرون إلى بلدنا. لا كتب الله لكم سلامة، سافروا، وإن لم تروحوا وحياة رأسي أهنتكم هذه الليلة. يا معلم باسم، ما جئنا إلا لنودعك، وبعد هذه الليلة ما بقيت ترانا عندك. وضعا فنزل إليهم باسم وفتح لهم الباب وطلع فطلعوا معه، ثم جلسوا في مجلسهم. فنظر الرشيد إلى المكان وهو يسطع أزيد من كل ليلة، فتعجب غاية العجب وقال: جعفر، اسأل عن هذه الحضرة من أين له، وماذا كان اليوم عمله؟ يا أمير المؤمنين، تمهل عليه قليلا حتى يسكر وتطلع الخمرة في رأسه. يا باسم، سمعنا شيئا من منادمتك، ودعنا بحسن أشعارك وأخبارك. حبا وكرامة، اعلموا يا أضيافي أن فصل الربيع هو أعدل الفصول، وزمان الورد هو أحسن الأزمنة، وقد قال بقراط الحكيم: من لم يبتهج بالربيع ولم يتمتع بنسيمه فهو فاسد المزاج، يحتاج إلى العلاج. وقال بعض الحكماء: أغلظ الناس طبعا من لم يكن في زمان الربيع ضع صبوة. نعم، وقالوا أيضا: الربيع جميل الوجه، ضحوك السن، رشيق القد، طيب الرائحة، كريم الأخلاق، حلو الشمائل. وقال الشاعر: جاء الربيع وجاء اللهو والطرب، فاشرب عقارا كلون النار تلتهب، أما ترى الورد يدعو للورد على عذراء بكر أتت في لونها عجب عجب عجب. يا معلم، أخبرنا عن هذا اليوم الذي مضى وما جرى لك فيه مع القاضي، ثم أخبرنا عن سبب مقامك وزيادتك في حظوتك ومعاشك في هذه الليلة، ونحن ما عدنا نرجع نسألك بعدها شيئا، لأننا غدا مسافرون إلى بلدنا. يا بطن الزير، يا كرش النخالة، يا شوارب الدب العتيق، دائما ما يتعرض لي إلا أنت دون أصحابي. والساعة أقوم وأمسك برأسك وأنطحك نطحة وأكسر رأسك. يا باسم،
فعلت معنا خيرا في الأول، فزد في تمام الإحسان، وهذا ودعنا منك، ونشهي أن نذكرك في بلادنا بالخير ونثني عليك بكل مديح، وما عاد يجمعنا الزمان غير هذه الليلة، ونصبح نرحل عنك وعن بلدك. ذاب بلا عودة يا جماعة، من 20 سنة أعيش مثل السلطان، فلما رأيت وجوهكم تقدر عيشي علي وعلى سائر أوقاتي، وتنغصت معيشتي ولذاتي، وأنا كل يوم في صنعة جديدة وشغل جديد، من حداد إلى كسال، ومن كسال إلى وكيل، ومن وكيل إلى أن صرت على الحال الذي أنا عليه، وذلك كله بكعبكم المنحوس، كعبكم المضور. وبعد كله، على كل حال أنا باسم ورزقي على الله تعالى. أما هذا النهار فقد جرى لي فيه عجائب وغرائب ما جرت على أحد قبلي. يا معلم، سألتك أن تحكي لنا ما جرى لك في هذا اليوم. لابد يعني؟ نعم لابد. لابد لابد. طيب إن كان ولابد فاسمعوا يا أضيافي، إنني اليوم من غير عادة قمت من السحر ورحت إلى باب المحكمة، وأنا فرحان مسرور بأني صرت وكيلا شرعيا. فلما وصلت إلى باب المحكمة وجدت القاضي والمحتسب والرسل والشهود كلهم على باب المحكمة، وكل من تقدم يسألونه عن أبيه وجده، إلى أن أتى دوري. فلما علم القاضي أنني ما اشتغلت في هذه المهنة إلا يومين، أمر بضربي، فأكلت من الضرب ما أكله طبل الطبال. وعلى كل حال الحمد لله أنني عدت بخير إلى طبقتي، وأنا حزين متفكر كيف يكون حالي في هذه الليلة، فافتكرت ساعة وقمت وأحضرت عود النخل الذي كنت أعلق فيه ثيابي، فأخذته ونجرته شبه سيف، ولقيت هناك غلافا عتيقا كان عندي، فنزلت فيه السيف وعملت له برشيقا ولبسته قطعة من المشمع. ثم حكى لهم جميع ما جرى له في ذلك النهار من أوله إلى آخره، فتعجب الرشيد غاية العجب ومال من الطرب، وقال في نفسه: هذا الرجل سعيد، لأعملن معه عملا يتحدث به الناس جيلا بعد جيل. واعلموا يا جماعة أنني لما صنعت سيفا من الخشب وهابني الناس في السوق وكسبت بفضله 5 دراهم، قررت أن أعود إلى طبقتي وأهيئ جلستي، فبينما أنا في طريقي إذ رأيت قريبا من قصر الخليفة 3 أشخاص يركضون وكأنهم فارين بشيء، فاعترضت طريقهم وإذا هم يحملون أشياء كثيرة، فصحت عليهم صيحة كأنها الرعد إذا تحرك في السماء، وجردت ذلك السيف الخشبي فارتعشت فرائصهم، ثم سمعت واحدا منهم ينبه صاحبه أن يسلم نفسه خير له من العصيان، وقال له: ألا تنظر إلى عضلاته وهامته وقامته وإلى ذلك السيف الذي في يده، فظنوا أني من أعوان الخليفة فظلوا واقفين حتى مسكت كبيرهم من رقبته،
وعلمت منهم أنهم دخلوا على جماعة من حراس مخزن الخليفة وكتفوهم وأخذوا كل شيء قدروا على حمله، فلما سمعت منهم ذلك سقتهم أمامي حتى وصلنا باب المخزن، فوجدت حراس الخليفة مكمامين الأثمان مكتفين الأيالي، فتقدمت وأزلت ما عليهم وسلمت إليهم اللصوص، فطلب مني كبير الحراس أن أحتفظ بهذا السر مقابل أن يعطيني كل يوم 50 درهما، وقد أصبح لليوم راتب بخمسين درهم في كل يوم من رئيس حراس الخليفة على أن أحتفظ بالسر، فاحتفظوا معي بهذا السر. وإياك يا جعفر، ماذا أسمع؟ أهو الذي أتيت به البارحة وقلت إنه أمسك 3 لصوص فزدنا في جامكيته ورفعنا من رتبته؟ يا مولاي، أغلب الظن أنه هو، وقد كذب علي الشيطان. تأكد من ذلك وإياك. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يُتبع.